بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، إليكم أحداث 24 ساعة لهذا اليوم. أول عرض أزياء للكلاب ضمن فعاليات مهرجان الصيف في العالمين الجديدة. أما أنتوا ولاد شحبر صحيح. إحنا النهاردة بنعمل أول فاشن شو في مصر، يعني إحنا هنوري الناس إن الكلاب ممكن تلبس زي ما إحنا بنلبس. فعرض الأزياء هيبدأ بالمايوهات بينتهي بالعريس والعروسة. إيه أصل أصحاب؟ وفي إيه؟ هو في إيه؟ ما تقول أنت في إيه؟ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يؤيد صندوق النقد وينتقد علناً سياسات السيسي المالية هي اللي أدت لأزمات الدولار. ده أنت يومك يا أسود! يومك يا أسود! يومك يا أسود! السلطات الفرنسية تقبض على مصارع مصري مخمور وتتهمه بالتحرش بفتاة. لازم تستحمل، انا مش عارف انت طايق نفسك ازاي. رئيس اتحاد المصارعه لواء الشرطه السابق محمد محمود مش عارفين نخرج المصارع من الاسم، ما عندهمش واسطه زي عندنا. اعترف على نفسه بنفس ذات نفسه. كان معكم اعزائي المشاهدين في احداث 24 ساعه من قضيه خمسه اخبار بالحب.